المسجد القديم هو الذي ترونه أمامكم استفاد منه، طبعاً انتقلوا من المسجد القديم إلى المسجد الجديد، وهذا فضل الله عز وجل، وما ترك هذا هملا، وإنما استفاد منه في تعليم أبناءنا الطلاب كتاب الله عز وجل وأمور دينهم للطلاب والطالبات. أسأل الله عز وجل أن ينفع الإسلام والمسلمين بهذا التبرع، وأسأل الله عز وجل أن يكتب للمتبرعة الغامدية أجرها ويجعله في ميزان حسناتها. مركز أم القرى للخدمات الإنسانية عن طريقي أنا الأستاذ مصطفى بن عبد المعين العمري. الحمد لله رب العالمين، نحن مع أستاذ مصطفى في هذا المكان مدينة سلمنشو الذي يسكن فيها الكل مسلمون. الحمد لله. حاولنا معه، أخذنا طريقة مسافة بعيدا 4 ساعات حتى وصلنا إلى هذا المكان لزيارة هذا المشروع المبارك، وهم بحاجة حقيقة إلى هذا المسجد النموذجي النوعي بمقارنة للبيوت الذي في هذا المكان والمسجد القديم، وأيضا يحتاجون إلى خدمات إسلامية كثيرة من الفصول. لو تمكن للمتبرعين حتى نكمل الخير يكون جيد، لأن سيتخذون مسجد القديم مكان لتحفيز القرآن الكريم، ونسعى إلى تأسيس مدرسة، لأنه ما يوجد مدرسة حسب الذي بلغنا أخونا موسى الداعية، قال يريد أن نأسس المدرسة هنا حتى على مرحلة الابتدائية، لأن ما في مدرسة إلى المدينة بينه وبين، أنت رأيت المسافة. نعم. 4 ساعات. 4 ساعات يأتون هناك للدراسة ثم يرجعون، وهذا على بشكل لا يمكن أن يستفيد الكل إلا العدد القليل والنادر. فأسأل الله عز وجل أن يوفق المتبرعين وأن يجزي الأستاذ مصطفى ورفقاؤه الذين وصلوا إلى هذا المكان. إحنا من وين أتينا يا شيخ؟ نحن من وين أتينا؟ أنتم جئتم من السعودية إلى أكرا، من أكرا إلى كوماسي. كم تبعد أكرا عن كوماسي؟ تبعد أكرا عن كوماسي تقريبا 5 ساعات 6 ساعات. ثم من كوماسي إلى هنا أيضا 4.5 ساعات، يعني المجموع 10 ساعات. مجموع 10 ساعات حتى نصل إلى المكان، حتى وصلتم إلى هذا المكان. نحن فرحين جدا. جزاكم الله خير وكرمتمونا، أنتم أهل الكرم. ونحن وأنتم إخوتنا في الإسلام، جمع الله بيننا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. السلام. السلام. مع السلامة.
في امان الله. في امان الله. اراكم ان شاء الله في مسجدكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله المره القادمه اذا احيانا الله. شو يا بحو؟ اشوف. Thank you.